السلام عليكم طلاب، ألف مبارك وكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله تحقيق الأمان، وإن شاء الله يوم تخرجكم، والله يفرح أهلكم وأنتم ترتاحون. طلاب محاضرتنا المحاضرة الثانية بعد ما خلصنا الفصل الأول، هسه اليوم ناخذ الفصل الثاني. زين؟ بالسلامة، بعد ما تم عليكم رمضان، والله يتقبل طاعاتكم، وإن شاء الله يا رب تحقيق الأمان. طلاب محاضرتنا اليوم هي تحكي عن البريشر. اكو الاعضاء عندنا نحفر اللبيه او مثلا نحفر الاعضاء او كمثلا تقول عندنا اكثر من ضغط طريقه لحساب الضغط نستخدمها. طريقه حساب الضغط هي بهذا الفصل عندكم بيلد اب، عندكم البرو داون، عندك فول اوف. هذه اكثر من طريقه. بهذا الشابتر راح نتناول بريشر بيلد اب تيست. زين نسوي من نجي نفحص المثل لازم نسوي اختبار للفحص، اختبار الضغط في الفحص. فهذا الفحص اكثر من قيمه للضغط، للمفاضيه، للسكيل فاكتور، للراديوس اوف انفستيجيشن، هذول كلهم اخذناهم بالفصل الاول اذا تتذكرون. هذا الفصل الثاني يحكي لكم مثلا يقول لكم ذا تيست از كوندكتد باي برودوسينج وير باي برودوسينج اوان ات كونستنت بريشر. صفة البولد اب تيست انه يكون الفلوري ثابت في عندنا 30 لبعض من الوقت. نطلق البولد من انتاج راح يسمح للضغط انه تو بولد اب. البولد اب معناها يكون معناها هو التراكم او في حاله تزايد. الضغط يكون في حاله تزايد ويوصل لحد معين وبعدين يبدي ينزل الكير او يزيد 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 يستقر. يعني انا مثلا من افتح الكوك من اول ما افتحه يكون او الفالف مثلا الكوك او الفالف من ابدي افتح الفالف يبدي شو يكون بالبدايه الضغط قليل يرتفع يرتفع الى ان يوصل حد الكوك. هذا حد شنو اعلى حد عندي هذا مستوى الضغط وبعدين يبدي يرجع ينزل فرضا. هذه اصور لكم اياها بالضبط مثل ما افتح الصنبور او افتح الكوك مال مال النفط. ادي فاول ما افتح الضغط ما يكون مستقر، يكون بتدريجات الى ان يستقر الى ان يستقر ووصل حد معين مثل هذا. مثلا هذا الكير شوفوا يجي اول شيء يصعد يصعد الى ان يستقر وصل حد معين. هذه اللي يسميها الايرلي تايم ريجن. ادي بدايه الخط المستقيم، بدايه الخط المستقيم هي الى ان ينتهي الخط المستقيم بالنهايه هي الميدل تايم ريجن. بعدين يبدي ينزل الضغط من بدايه نزوله هو الليت تايم ريجن. هذول مناطق البيلت اب. ان كانت بلد اب والجرو داون هو نفس الشيء، فهذا مخطط من تدرج الضغط. فشو يقول لكم؟ يكون انه يسمح للضغط انه يبدي يكون يتراكم او يتزايد او يزايد، فيكون من عند الويل بور يريد يسجل الضغط عند حد معين بقاع البئر كدايه للزمن، يعني بارشال في على بارشال تي. طبعا هذه تكون فريكونسي بوسيبل تو استيميت فورميشن ثيرمابولتي. راح اقدر احصل من عندي الفورميشن ثيرمابولتي الكي والكميت الدرينج اريا بريشر ضغط عند الدرينج اريا وعندي الكاركترستيك دايناميك اور سيميليشن تكون يا اما متضرر في حاله تكون السكين فاكتور بالسالب او في حاله سيميليشن انتعاش في حاله المسكين فاكتور بوزيتيف نيجاتيف.
Andre Zimmer هيترو جينيوس. الميكرو جينيوس تكون ينطيه خصائص الماكينة. الهيترو جينيوس مالتي يعني يكون متجانس أو غير متجانس وحدود الباوندريز مالتي. الواحد واصل واصل لدرجة الانفستيجيشن لو وصل الار اي الى نهاية حدود المكمن زين لما ترنج اريا هذا كله يقدر يوضح لنا هذا الفحص. الطريقة التحليلية بهذا الشارت راح يوضح لي يوضح العالم هورنر على الطريقة اللي شرحت لكم عليها بالفصل الاول. زين طبعا شرحها وحللها وفحصها. بعد الفحص كانت هذه الفحوصات او الفرضيات تستخدم انفنت اكتنج ريزرفوار للمكان الانفنت اكتنج. زين بهذا الفصل راح يقول لك انه راح يسوي هورنر بعد ما رسمه سوى اشتقاق ديفيشن ديفيشن للتكنيك للفلوتنج مالتي وحصل معادلات حسب من اجل السكيل فاكتور وحصل اختلاف بين الحقيقيه الاكتوال وبين الاجوال المثاليه اللي بعد ما فحصن ووصل الى نتيجه انه شنو حصل أربع خصائص أو أربع بروسيجر أو أربع شو اسمه فرضيات. الأربع فرضيات هي شنو؟ يقول لك الإفكت أون ديوريشن أوف أفتر فلو كونتينيود برودكشن إنتو أوير بار فور فلوينج سيرفيس شات إن. هذا واحد. راح يحدد ديترمينيشن أوف فيرنابيلتي يقول لك طبعا الارث التاثيرات وفتره الانتاج بعد الجريان من حصل البرودكشن يحسب نورمالتي يحسب الويل بورد دامج او سيميليشن يعني السكيل فاكتور تضرر الطبقه ويحسب مستوى الضغط بالسراوندنج فورميشن بالمحيط الخارجي للتكوين. وخامسا يفحص الليمت حدود المكمن الى وين نوصل خمسات حدود المكمن. هذه كشيء ملخص للفحص مال جولد اب. عندما اخذ الايديال جولد اب يحكي على الايديال ويحكي على الاكشوال. الايديال جولد اب اللي فرضيات مالتي اللي اخذهم بالايديال تيست شنو معناها الايديال تيست؟ الأيديال إنه مثل ما قلت لكم إنفينيت أكتنج هوموجينيوس متجانس أيزوتروبيك ريزرفوار الكومبرسيبلتي تكون سلايد كومبرسيبلتي سنجل فيس فلويد ويز كونستنت فلويد بروبرتيز. هذه شنو هي؟ خصائص الأيديال اللي أخذتها هو نظر الاعتبار. طبعا ما طلاب حفظ الأولى إنفينيت ثانيا هوموجينيوس ايزوتروبيك سلايد كومبرسيبلتي سنجل فيس او كونستنت فلويد بروبرتيز بصفات الثابته للسائل. انا لو دمج اور سيميليشن از كونسيدرد تو بي كونسنتريتد ان ذا سكين اوف زيرو ثيكنس اوف ذا وير بور. طبعا اخذ نظر الاعتبار السكين فاكتور في حاله السيميليشن والدمج. زين اسيوم ذات فرضيات بالاكشوال ان كان بالاكشوال او الايديال اسيوم ذات ذا وير از برودوسينج فروم ان انفينيتي اكتنج ريزرفوار. زين هاي الحاله الاولى. والحاله الثانيه انه الفورميشن اون ذا فلويد هاز فورميشن اون ذا فلويد have a uniform properties خصائص متجانسة أو متوافقة بيناتهم. وأخذ الـ EI function اعتبرها شنو طبقها بهذه الصيغة وغير ما سيدرو producing term approximation is applicable. همينة طبق سيدرو producing استخدم هذه المعادلات حسب من ايديال في دبليو اس. طبعا من اجي ارسم
طلاب الأباء قاعدين في دبليو إس اللي هي وتر هون بريشر قائل بئر ضغط قائل بئر واللي على ورقة سن لوك في فار اللي هي الإكس أكسس شكون التي في زائد دلتا تي على دلتا تي هذه لوك وهذه البيان العادي فيسمونه سن لوك إذا الإكس أكسس لوك والواي أكسس لوك فيسمونه لوك لوك عندي الإكس أكسس هي قيمة التي في زائد دلتا تي على دلتا تي يعني تايم برودكشن زائد دلتا تي يعطيكم اياهم بالسؤال على دلتا تي لكل قيمة هون راح اطلع اشوفهم شلون اهم السؤال ولا علاقته ويا من ويا البي دبليو اس بوتن هون كراشر زين بعد ما رسمت اجي احسب لي الخط المستقيم من هذه المعادلة اخذت البي دبليو اس واخذت التي في زائد دلتا تي على دلتا تي اجي احسب قيمة الام الان شو تساوي هو هذا التير مال الان ناقص 162.6 كيلو ميو كيلو ميو بي على الكي في اتش اللي هي قيمة من الخط المستقيم انا احسب قيمة من الخط المستقيم من المخطط فمن هذه المعادلة شو راح اطلع؟ اطلع قيمة الكي يسمى بولتي فورميشن طبعا يعني الان تكون بالسالب بس انا اخذ لها ابسولوت فاليو قيمة مطلقة يعني دائما قيمة من الخط المستقيم تكون بالموجب فانا هنا راح احسبها بهذا الرسم اخذ لي قيمة شنو؟ موجبة فراح تطلع قيمة الان بيش بوزيتيف نمبر 162.6 كيلو ميو بي على الكي في اتش شوف طلاب هذا الهيستوغرام مال علاقة الرسم علاقة الرايت كيو ويا الدلتا تي فأنا من أجي أفتح البئر من إنتاج بقيمة كيو هذا زمن الإنتاج التي في برودكشن تايم إلى أن أغلق الدلتا تي تساوي صفر بعدين شو تكون؟ لما أنا راح يبدي يحسب شنو البند أب كراشر فراح يجمع التي في زائد دلتا تي على دلتا تي كلها اللي هي هذا القيمة زائد التي في على الدلتا تي اللي موجودة هنا بالاكس اكسس عندكم انفورميشن ثرمودلتي راح احسب لي من هذه معادلة 2:2 للبولد اب تيست بعد ما حسبت الميل اجي احسب التي في زائد دلتا تي لكل قيمة انا عندي تي في وعندي أكثر قيمة واحدة وعندي دلتا تي لأكثر من قيمة للفحص أجمعهم وأقسمهم على دلتا تي لكل واحدة في حالة التي بي زائد دلتا تي على دلتا تي تساوي واحد أحسب من أدنى قيمة الأوريجينال أو الإنيشيال فورميشن بريشر يعني أد واحد تي بي زائد دلتا تي قيمة التي في زائد دلتا تي على دلتا تي في حالة قيمتها واحد اللي هو هذه أمد الخط المستقيم إلى الواي أكسس وأطلع قيمة البي آي من أجل أعرف إيش جت قيمة البي آي هذه حسبت قيمة البي آي في حالة أريد أحسب طبعا سأقول لك راح يرسم في دبليو اس ويل تي في زائد دلتا تي على دلتا تي من هذا الشكل على قيمة على ورقة سمو لوك بيبر وحسب كل وحدة من أجل وراح يجي يرسم الرسم من اليسرى إلى اليمنى شوفوا أنتم لا تركزون هو بادي هذه واحد 10,000 وهذه مثلا 10,000 ما بادي من ماني واحد 10,000 هذا فرق البولد اب عن الدرو داون البولد اب يبدي الرسم من اليسرى الى اليمين بينما الدرو داون بالعكس والدرو داون يكون قيمة الاكس اكس دلتا تي مو تي في زائد دلتا تي على دلتا تي هذا فرق البولد اب عن الدرو داون يقول لك تبدي الرسم من اليسرى الى اليمين ويكون في حالة نقصان من القيمة الاعلى الى القيمة الادنى راح اجي ارسم خط مستقيم بعد ما طلعت قيمة الان، الان شلون احسبها؟ فير وان سايكل، يعني اذا تتذكرون علمتكم اياها، شنو فير وان سايكل؟ لانه من واحد الى عشرة، يعني انا انقص قيمة الواي 2 ناقص الواي 1
الأفعال الصحيحة على الـ X2 ناقص الـ X1 هذا على log log على الـ log لأنه هذه قيمته log log فأنت 10 ناقص الواحد من تأخذ log إليه يطلع واحد فدائما المقام يكون قيمته واحد في الـ 1 سالته فأما أخذ من 1 إلى 10 أو من 10 إلى 100 أو من 100 إلى 1000 فهذه الـ 1 سالته وأجي من عندي أسقط القيمتين أسقط القيمتين أسألني إذا أريد أطلع بين الواحد وبين العشرة أجي أسقط قيمة الواحد وأسقط قيمة العشرة فهذه صارت y2 ناقص y1 على x2 ناقص x1 بس أخذ لها اللوج فيطلع المقام ما أحتاجي أنا بس أنقص قيمة الواج pws2 ناقص pws1 وأحسن من عنده قيمة الميل أو السلوب بعد ما حسبت قيمة الميل راح أجي أحسب قيمة الأس طبعا أنا أجي أشتق المعادلة اللي بيها قيمة أس وصل لقيمة اللي هذه المعادلة 2-3 اللي هي PWS ناقص PWF بعد ما أشتقها حصل قيمة الأس قيمة المعادلة السكيل فاكتر هي شنية 2-4 اللي يحسب بها P1 أول ناقص PWF على الأن ناقص log K5 CTRW تربيع زائد 3.23 هذه شنية عندي لازم أحسب قيمة الـ P1 أور الـ P1 أور شو معناها؟ عندما تكون الـ Delta T 1 أور Delta T تكون 1 أور فأنا عندي من أهجي أحسب بالمخطط أنا عندي تي بي زائد دلتا تي على دلتا تي فعندي تي بي جلد قيمتها وحدة زائد دلتا تي صارت زائد واحد على واحد فما راح أطلع قيمتي أجي أشوف قيمتها وين محطوطة بلا كير بلا أكس أكسز وأجي أسقط على الخط المستقيم وأطلع قيمة شنو بي 1 أور طلعت قيمة البي 1 أور وأنا أحتاج قيمة البي دبليو اف البي دبليو اف عند الدلتا تي تساوي صفر البي دبليو اف عند الدلتا تي تساوي صفر يعني أول قيمة بالجدول أول قيمة تكون صفر المقابلة اللي هي شنو البي دبليو اف هسه راح نجي نقول لكم انه هذا السؤال مالتكم انه اويل ويل برودوس 500 اس سي بي بير داي لثلاث ايام انتج بثلاث ايام بقيمه 500 اس سي بي بير داي هذه البيانات عند البريشر بولد اكتيست زين قال لكم ال اتش 22 ال بي او البيتا اويل 1.3 الفورد point 2 اللي compressibility total compressibility قيمتها اللي مو واحد وهكذا الار دبليو اف اللي نعطيكم اياها كلها احتاج معادلة السكن بعد ما حسبتها لازم بالبداية احسب شنو احسب الميل واحسب البي 1 اور على السنادة اقدر احسب قيمة الاس والكي احتاج الكي راح اجي مطيني هذه البيانات الدلتا تي ومطيني البي دبليو اس اللي هي اول قيمه هي شنو البي دبليو اس اجي راح اجي اخذ الدلتا تي اجمعها ويا التي بي التي بي ايش قيمتها؟ ثلاث ايام انا لازم بالاور لان قيمه الدلتا تي بالاور راح يجي يحسب يرسم قبل لا يرسم حسبت التي بي ثلاث ايام يعني 72 ساعة زائد قيمة الدلتا تي لكل وحدة وطلعت هذه القيمة والمقابل اللي البي دبليو اس اجي ارسم على سيمولوج بيبر واحسب اجي من هنا واحد عشرة مية واجي اقسمهم البي دبليو اس تقسيم بياني عادي وارسم الكيرف بعد ما رسمت احسن خط مستقيم اجي امد الخط المستقيم اطلع قيمة البي اي بعد ما طلعت القيمة البي اي اجي لازم احتاج قيمة الان الميل السلوب من اطلعها قيمة السلوب انه اخذ اي انترفال من واحد الى عشرة
أو من عشرة إلى 100. فرضا من واحد إلى عشرة، هذه مثلا في وانا أورجع قيمتي وآخذ قيمة التي في زائد دلتا تي على دلتا تي قيمتها عشرة، أسقطها على الخط المستقيم وأطلع قيمة البي دبليو إس. فهذه من الخط المستقيم البي عند الواحد ناقص البي عند العشرة، أو من العشرة إلى المية راحت. نشوف أنتوا يا القيمة تشوفوها تعطيكم شيء سهل أحسن به. بعد ما حسبت المالي بأسلوب شرح أجي أحسب قيمة الكي. الكي طلعت 48 ملي دارسي. طبعا هذه القيم كلها موجودة عندي توفرت، حسبت قيمة الكي. بعد ما حسبت قيمة الكي أحتاج من أحسب السكن، أحتاج البي 1 أور. هسه طلعت قيمة المالي وقيمة الكي كربابراتي، أجي لازم بقالي عندي البي 1 أور. البي 1 أور شلون أحسبه؟ عند تي في زائد دلتا تي على دلتا تي، عندما تكون الدلتا تي قيمتها 1 أور، يعني هو قايل في أوت 1 أور. فالتي في عندي 72 ساعة زائد 1 على 1 طلعت 73. أجي أروح للمخطط 73 تقريبا من تقريبا الهوني، أجي أسقط أنا أخطى أمد أمد الخط المستقيم. راح تيجي قيمتها تقريبا 73 هنوني، وأحسب ايش قد 1760 مكسور، طلعت 1764. وراها أجي أحسب قيمة الأس، طلعت ايش قد هسه كلهم توفرت عندي في 1 أور في دبليو أس. قلت لكم عند الدلتا تي تساوي صفر أول قيمة بالجدول. عندي ميل الخط المستقيم طلع واحد، العفو من ميل في اس اي. انا استنادي البقية كلها توفرت، طلعت قيمة السكن 1.43. هذه معناها شنو؟ فورميشن ريستراكشن، يعني هناك تضرر بالطبقة. اذا اريد احسب الاكتوال بولد اب، الاكتوال بولد اب الأكتوال بولد أب تكون الحقيقي الأكتوال بولد أب تيست. بهذا الموضوع